هو اللي لعب في الغلاف يا سيدي الرابع مع المغرب غدا لك من الجهره يا سيدي. مباشره تم الابلاغ عن هذا الحادث، هذا حدث توه صاير، توه صاير مباشره بلغوا الدوريات قبل حتى لا يطلبون او يتصلون على الدوريات. يقول ابشركم ما في اي اصابات الحمد لله، بس يحتاجون مباشره الحين سطحه تشيل السياره لان الشارع اختنق. شوف وصل ونش ثاني حق السياره الثانيه، كل هذا بدقائق، يعني انك تطلع الونش من الزحمه وتجيبه هني كله بالتواصل يمين يسار يمين يسار تجيبه هني. هذه فائدة غرفة التحكم اللي احنا فيها الحين. هذا المكان هو غرفة العمليات، هني الشبكة متواصلة مباشرة مع الدوري. واحد راح قاعد يتعاملون مع السيارة الحين وقاعد يحاولون يقلبونها. وقفوا الشارع بس عشان يلف الونش. تعدلت 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 ها تعدلها شوي شوي. بس بعد ما تم تعديل السيارة، هذه السيارة مشت بالونش ثواني، تأكدون بس من الأرض إن ما فيها زيوت أو شيء. لاحظوا هني حطوا شوية تراب المطافي، بعدها بينظفون، بعدها يفتحون الشارع. أبشركم الشارع فتح والأمور تمام خلاص. بدون مبالغة أنا اللي قاعد أشوفه أشبه بالفيلم، وهم هني شغالين يوميا على هذا المنوال، يعني انك شلون تجيب الدوريات وسط الزحمه وتقول لها يمين يسار يمين يسار، الونشات شلون توصلهم وباقل من نص ساعه المفروض ان الامور